وبدون مقدمات وصلوني بزاف ديال القصص عبر الواتساب، وقررت نختار لكم من بين هاد الكم الهائي قصه مؤثره وكتحتاج منكم المساعده بالنصائح ديالكم اللي غتخليو ليها عبر التعليقات. صاحبه القصه هتقراهم كاملين، واللي بالمناسبه رفضت تعاودها بصوتها وتكلفت نعاودها لكم انا. ناديه من مدينه خميسات وهذا اسمها الحقيقي، عندها 28 سنه وكتحكي بانها تطلقات وهي في عمرها 24 عام سبب معامله الزوج ديالها اللي كتقول انه اولا كبر منها في السن، كانت عنده تقريبا 38 سنه نهار تزوجها وهي 19 عام، وثانيا كان السلوك ديالو انيف بزاف وهي كتقول انه كان قبيح وما كيتفاهمش وانه ما كانش عنده اسلوب الحوار، وكان دايرها بحال شي خدامه في دار الوالدين لانها عاشت مع دارهم وكانت كتعاني من الضغط ديالهم اللي ما كانتش كتلقى الاحترام من جهته. وكتقول ختنا ناديه ان زواجها جا نتيجه ضغط الاب ديالها اللي ما كانتش عنده فكره بنته تقرا وتخدم وتكون مستقبلها. المهم بعد عناء طويل قررت ختنا ناديه انها تطلب الطلاق، وما كانش بالامر السهل خصوصا للاب ديالها واللي بعد تدخل عائلة نادية، والأم ديالها وافق ولكن بحسرة لأنه خايف من نظرة المجتمع والجيران لرجوع بنته المطلقة. كتكون ختنا نادية أنها ملي رجعت لدارهم وخدات براتها ولات كتحس براسها عامقات الحرية. نادية خرجت تعول على راسها وتخدم، عيات من الجلسة في الدار، وبعد تدخل الخال ديالها اللي وقف معها دبر ليها في خدمة، قالت بلي خدمة محترم اللي عن طريقها تعرفت على واحد الشاب قدها في الأمر، وهنا غتبدا المعاناة من تاني. هاد الشاب آزم عمرو تزوج وتفاهم مع ختنا ناديه وارتاحوا لبعضهم وقرر يفتح دارهم في الموضوع باش يجي يخطبها، لكن عائلته رفضوا رفض قاطع ان ولدهم يتزوج بوحده مطلقه فايت فيها الزواج، فايت كيبغيها بزاف وحتى هي، وباغي يبنيو حياتهم وحتى هي تبدا حياه زوجيه سعيده من جديد، نسيها في الماضي الاليم اللي عاشو والظلم والقهر. ولكن العائله ديال الشاب اللي رفض هذا الزواج كانت عائق كبير بيناتهم لدرجه باغين يفرقوا على بعضياتهم. ختنا ناديه دايخه وما عارفه ما دير، تعرمت عليها الدعوه، وهنا كتقول لكم ختنا ناديه شنو ندير فيدوني، اعطيوني رايكم على الله نلقى شي حل لهذا المشكل ونرتاح، ما تدخلوش عليها بارائكم، راه هذا تشوف تعليقاتكم واحد واحد، لعل وعافا تلقى شي حد اللي يفيدها. ولحد هنا كنقول لكم تهلاو في راسكم ونتلاقاو في قصه جديده. ما تنساوش اي واحد عنده شي قصه او تجربه وباغي يشاركها معنا يتواصل معنا عبر الواتساب ويعبر كيف بغى، الميكرو مفتوح للجميع. كان معكم الميكرو اللي كيحكي بصوتكم، ميكرو مغربي.